للحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن الانتهاكات التي يتعرض لها العراقيون في ظل انفلات السلاح وهيمنة الميليشيات، معنا هاتفيا من إسطنبول كاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. مرحبا بكم دكتور جاسم. إذا مقتل عائلة بأكملها في قرية أبو عبد الله بقرب قضاء الخالص في محافظة ديالى، هذا الوضع الأمني المتردي إلى ما ترجعه دكتور جاسم؟ نعم، شكرا لكم، كل عام جميع العراقيين بخير. أعتقد أنه هذه الحادثة ليست جديدة على محافظة ديالى. مع الأسف ديالى يعني مدينة تشهد بين فترة وأخرى مثل هذه الجرائم الجماعية التي تكون في الغالب ضحاياها يعني كبيرة، ولا نتحدث عن مجرد حادثة اغتيال فردية. الحادثة التي يعني جرت يعني ليلة أمس حادثة غامضة حتى الآن. المعلومات المؤكدة أن هنالك ثلاثة أشخاص دخلوا إلى بيت المغدور، اثنان دخلوا إلى داخل المنزل والثالث بقي خارج المنزل. تم قتل المنتسب الذي يدعى مصطفى العبيدي بأسلحة كاتمة، و بعد خروجهم يبدو أن زوجته لحقت بهم وتم قتلها في يعني الباحة الخارجية للمنزل، ثم أصابوا الابن الأكبر الذي اسمه همام. وبالتالي أعتقد أنه القضية يعني لا يمكن أن نقبل بالرواية التي تقول التي ذكرها قائم مقام الخالص الخضران أن الابن الأكبر لعائلة هو وراء هذه الجريمة. ويبدو أن عائلة المغدور بعد أن اجتمع بعض الأفراد عائلة العبيد وأرادوا إخراج ابنهم المتهم بهذه الجريمة الملفقة عليه، تلقوا بعض التهديدات مما أجبرهم على السكوت، وأقصد هنا العائلة. وبالتالي أعتقد أنه يفترض بمديرية شرطة ديالى المسؤولة عن القضية، يفترض بها أن تبين عبر بيان للرأي العام العراقي، ونحن نتحدث عن قضية مرعبة يمكن أن تصيب أي عائلة في ديالى. ولها شواهد أيضا دكتور جاسم، يعني شواهد سابقة خصوصا في هذه المحافظة. نعم، وبالتالي يفترض أن يكون هنالك بيان وليس تكتم أو تغليس عن حادثة كما هو. وأنا أتابع هذا الأمر منذ صباح هذا اليوم. أعتقد أن مديرية شرطة ديالى يفترض بها أن تكون على قدر المسؤولية وأن تدلي ببيان توضيحي للجمهور العراقي وبالذات لجمهور ديالى يبين فيه ملابسات الحادث. أما ترك الحادث غامضا تماما كما جرى يوم أمس على قضية اعتقال بعض الأشخاص في منطقة بوهرز ويمتلكون هويات تابعة لحشد الشعبي، أيضا وجدنا أن المديرية غلست على الأمر. وبالتالي نحن نتحدث عن حالة سلبية. الحالة السلبية هي التي تكون فيها الأجهزة الأمنية غير واضحة أمام الجمهور. يفترض في مثل هذه الحالات أن تكون هنالك شفافية للحديث للجمهور عن هذه القضية. في قضية يعني قرية التحويلة، الشيء المؤكد أن الابن الأكبر بريء من هذه الجريمة، وأن الجريمة جنائية، وهنالك قوة يعني من خارج القرية هم وراء هذه الجريمة التي لا ندري لا قدر الله متى تتكرر ثانية في منطقة أخرى في ظل الانفلات الأمني الواضح في محافظة ديالى. يعني أين الخلل دكتور جاسم؟ هل حالة فوضى السلاح وإمساك هذا السلاح من أفراد أو مجموعات لنقل غير منضبطة قد فاقم أعمال القتل حتى أصبحت لنقل ظاهرة أو شبه ظاهرة؟ وأيضا ألا يثبت استمرار هذه الاغتيالات أن الطائفية في العراق ترعاها يعني بعض الأحزاب والميليشيات الفاعلة على الأرض في تلك المناطق، وليست يعني مجرد تصريحات يحاول بعضهم تصويرها على أنها مواقف فردية؟ أنا أعتقد أنه الخلل هو في يعني بداية انطلاق الانتماء إلى الأجهزة الأمنية.
يفترض أن تكون هنالك قواعد ونظم حاكمة لقبول سين أو صاد ضمن الأجهزة الأمنية. هذه الضوابط، منها على سبيل المثال أن يكون الولاء للوطن وليس للطائفة أو لقومية. وبالتالي حينما يكون ولاء للوطن، أعتقد أن هذه الأرضية الصلبة يمكن من خلالها الانطلاق إلى بناء منظومة أمنية قوية في العراق تنظر لجميع المواطنين على أنهم يعني نظرة واحدة. هذا من باب. من باب آخر، يفترض تنقية القوات الأمنية من أي عناصر عليها شبهات يعني اتهام واضحة وتقديمها إلى العدالة. وأنا هنا لا أتحدث عن حالة مثالية، هم يتحدثون عن أنهم يريدون نشر الأمن في إديالة، والقائد العام لقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني ذهب إلى إديالة قبل أسبوعين وأكد أنه مصر على أن ينشر أو يبسط الأمن في إديالة ولا يوجد أحد فوق القانون. كيف يمكن اليوم أن نجد أي تبرير رسمي سواء من الحكومة المحلية في ديالة أو من الحكومة المركزية في بغداد، وكأننا نجد يعني قوة خارج القانون تتحدى الحكومة؟ من يقف وراء هؤلاء؟ وبالتالي يفترض هنا بالحكومة أن تكون على قدر مسؤولية وأن تشكل لجنة حقيقية، ربما يفترض أن تكون برئاسة قائد عام لقوات المسلحة، وأن تأخذ على عاتقها زمام الأمن في إديالة. وإلا أعتقد أن هنالك العديد من المناطق في إديالة هي خارج إطار سيطرة الحكومة المركزية، ومنها المقدادية وغالبية مناطق الخالص والمناطق المحاذية للحمرية. وبالتالي أتصور أن الحكومة على يعني في اختبار حقيقي، وهذا الأمر يعني سيجعلها ربما مع مواجهة لبعض القوى المالكة للسلاح في ديالة وغير ديالة. دكتور جاسم، بالنسبة إلى دور المنظمات الدولية، يعني مثلا منظمة هيومن رايتس ووش أكدت أن الإفلات من العقاب قد تفشى في هذا النظام السياسي في العراق بأكمله، ولم تتحدث عن مرد هذه الحالة التي باتت ظاهرة في العراق. أيضا لدينا منظمة العفو الدولية ذكرت أن المحاكم مستمرة بإصدار أحكام جائرة بنيت على محاكمات غير عادلة. يعني هل تبرئة أفراد الميليشيات أو هذه المجموعات الخارجة عن سلطة الأمن من هذه الجرائم، هل هو متعمد هذه التبرئة؟ هل هو ممنهج برأيك بحسب يعني نفوذ تلك الميليشيا أو تلك المجموعة المسلحة التي ينتمي إليها العنصر المدان؟ يعني أعتقد أنه التقارير الدولية هي متشابهة منذ عام 2003 وحتى اليوم، هي ذات التقارير، ذات الإدانة، ذات القلق، ذات يعني التخوف الدولي من الحالة القائمة في العراق. ربما سيدي الكريم هنا يمكن أن نذكر الحديث الخطير الذي أدلت به ممثل الأمين العام في الأمم المتحدة في العراق حينما ذكرت في السليمانية أن النظام القائم في العراق لا يمكن أن يستمر. وبالتالي لا ندري ما الذي كانت تقصده بلاد خارت بهذا التصريح. هل لديها معلومات أن هنالك ربما تغيير محتمل في العراق؟ هل هي أرادت إيصال رسالة يعني نارية إلى القوى الحاكمة بأن المجتمع الدولي لم يعد يتحمل ما يجري في العراق؟ وعليه أعتقد أنه من يريد أن يبني الدولة عليه أن يبني المؤسسات الأمنية، عليه أن يضبط السلاح ضمن إطار منظومة وطنية رسمية عادلة خالية من القتلة والمجرمين. أما بخلاف ذلك فأعتقد أنه من الصعوبة، ونحن نتحدث عن سلاح قاتل ولا نتحدث عن ألعاب يعني للتسلية. وعليه يفترض بالحكومة أن تضبط السلاح بيد قوات رسمية يعني موثوق بها. وأما إطلاق العنان لهذه القوة أو تلك لامتلاك السلاح فأعتقد أنه لا يمكن لا لحكومة السوداني ولا لأي حكومة مقبلة أن تضبط الوضع في العراق ما لم تضبط السلاح. من هنا الانطلاقة، الانطلاقة هو إعادة ترتيب قضية الولاء للعراق وضبط السلاح في
الأجهزة الأمنية أو في الشارع العراقي، ومن هنا يمكن الانطلاق إلى بناء الحالة الأمنية للمواطن العراقي. بخلاف ذلك أعتقد أنه نعم. ستستمر هذه الجرائم سواء في ديالى أو في غيرها من المحافظات. من اسطنبول إذن دكتور جاسم الشمري، كاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.